الدم الخفيف واللمادة برضو وسرعة البديهة الملفتة والجاذبية التي لا تقاوم، أكيد إحنا بنتكلم عن أنثى برج الميزان الهوائي. أهلا بكم، أتمنى طبعا تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن أنثى برج الميزان الهوائي، ولكن سريعا كده في البداية، لو أنت لسه جديد عرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واضغط على زر الجرس عشان نفضل متواصلين مع بعض. وأنا مثبت في أول تعليق روابط قنواتنا الأخرى اللي حابب إن هو يشترك فيهم، رجاء ندوس اللايك التشجيعي اللي تعودنا عليه عشان نقدر إن احنا نوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس. يلا بينا. من أسرع نساء الأبراج أو بنات الأبراج في خطف القلوب، أنثى برج الميزان ليها تأثير أقوى من السحر على أي حد بتتعامل معاه، جذابة في منتهى مراحل الجاذبية. طب في النقطة دي سياسية جدا، عندها أسلوب أحيانا يفوق العسل في الكلام، ولكن خلي بالك هي تعرف تضحك عليك بالكلام، يعني عندها حتة المشاكسة شوية في الكلام، في الشياكة والأناقة لا ينافسها منافس. من الأبراج ومن بنات ونساء الأبراج اللي تيجي أيضا في القمة في النقطة دي. لو أنت بتتكلم على اللبس وعلى الشياكة فاسأل أنثى برج الميزان، هي خير مثال قدامك، يعني هي دي اللي تتكلم في حاجة زي كده. أنثى برج الميزان تحديدا ملفتة لأقصى درجات الإلفات، وأيضا من الأبراج الفاتنة على فكرة، والفاتنة بشدة كمان. عندها سرعة بديهة قوية جدا، في الذكاء تتمتع بمرتبة راقية أوي، ولكنها مترددة جدا، مش سهل تاخد قرار بسرعة، مترددة بمعنى كلمة مترددة. أصلا هي ميزان، فالميزان بطبعه بيحب ان هو يوزن كل حاجة وبما فيها قراراته. متعددة الصداقات، مرنة جدا، ممكن في يوم واحد تصاحب 10 مفيش مشكلة وتعمل صداقات. وأيضا هي من الأبراج المحبوبة ومن الأبراج الاجتماعية من الدرجة الأولى ومن الأبراج المتحررة، زيها زي أي برج هوائي وسمة أساسية فيهم، ما ينفعش التقيد، لازم تحرر لأقصى درجات التحرر. أستاذة ورئيسة قسم زي ما قلنا في تكوين الصداقات، ولكنها ساعة ما بتقلب ممكن تقول لهم مش عايز أعرفكم تاني، عادي خالص. أنثى برج الميزان سريعة في النقطة دي، فخلي بالك، اللي هي برضو من الأبراج اللي نقدر نقول عليها ممكن بتتعصب بسرعة، فخلي بالك لأنها ساعة عصبيتها يعني نقدر نقول شوية كده ما بتشوفش قدامها. لمضة قوي في الكلام زي ما قلنا في أول الحلقة، يعني صعب جدا إن أنت تقدر تغلبها في الكلام. وزي ما قلنا كده على سبيل المثال على أنثى برج القوس إن هي عندها ابتسامة ملفتة، أيضا برج الميزان، أنثى برج الميزان ما عندهاش ابتسامة ملفتة، هي عندها ابتسامة ساحرة، إنجاز طبعا التعبير. تعرف تضحك عليك؟ أيوة تعرف تضحك عليك. تعرف ما تخلكش تنام الليل؟ أيوة تعرف تخليك ما تنامش الليل. دي أنثى برج الميزان، ودي من الحاجات على فكرة اللي هي متمرسة قوي فيها. دمها خفيف بشكل عام، يعني كمان ما هيش نكدية إطلاقا، يعني الأبراج الهوائية كلها بعيدة كل البعد، إنجاز أيضا التعبير عن النكد. وأيضا معنى إن هي مش نكدية، إذا الأشخاص النكديين بالنسبة لها بيسببوا لها خنقة، فخلي بالك من النقطة دي. وأيضا لو أنت بترتبط بيها ابعد عن الروتينية على قد ما تقدر، ما تبقاش تقليدي. أي برج هوائي بشكل عام وأنت معاه دايما خليك متجدد متجدد، ما تخليكش نمطي. دي أكبر وأهم نصيحة نقدر ان احنا نوجهها لك. بتحب الاطفال قوي على فكرة، والاطفال بيحبوها قوي وبياخدوا عليها قوي بسرعة، ودي بالحاجات على فكرة المميزة قوي في انثى برج الميزان. دايما تلاقي بينها وبين الاطفال كده يعني روح دعابة، وتحس وهي معاهم ان عندها روح طفولية
كبيرة قوي، يعني ما تعرفش ازاي، ولكن دي من الصفات اللي عن نفسي انا بحبها في انثى برج الميزان الهوائي بشكل عام. بتحب الحياة، والحياة طبعا بتحبها اكيد، وايضا زي اي برج هوائي بتتخنق بسرعة، يعني بتزهق بسرعة، ما عندهاش طاقة كبيرة قوي للتحمل او ان انت تفرض عليها حاجة هي مش حباها، يعني ما بتعرفش ان هي تتأقلم مع وضع ما هياش مقتنعة بيه او ما هياش حباه، بيبقى صعب عليها قوي، وبيبقى لود وبيبقى ضغط وبيسبب لها مشاكل نفسية زي ما قلنا كده. يعني اهم حاجة ان انت تديها حريتها على قد ما تقدر. خلي بالك بقى من الحاجة ايضا اللي بتميز انثى برج الميزان، هي من اكتر نساء الابراج ان لم تكن اكثرها اللي بتمشي دايما بمبدأ المقارنات في كل حاجة، يعني بتقارن صاحبتها، بتقارن صاحبها، بتقارن قرايبها، بتقارن كل حاجة في حياتها. من اكتر نساء الابراج اللي بتضع كل حاجة في حياتها موضع مقارنة. طيب انت تستفاد ايه في الاخر من حاجة زي كده؟ تستفاد ان انت لو في حياة انثى برج ميزان، او بمعنى يعني ادق، عايز تنال اعجابها، ما تخليش حد يتفوق عليك لما تيجي تقارنك. ده كده باختصار اللي عايزين نقوله لك. ممكن تنسى، ممكن تنسى متعمدة كمان، زي ما قلنا يعني هي مش عايزة تعيش في نكد ومش عايزة تعيش في ضغط، فممكن لو انت يعني تعز عليها او حابة ان هي تكمل معاك او معاك لو كنت صديقة ليها، ممكن تنسى او ممكن نقول تتناسى. وهي من الابراج اللي بتدي فرصة واتنين وتلاتة على فكرة انثى برج الميزان، بالذات لما بتحب حد او لما بيبقى في حد قريب منها ومش عايزة تخسره، يعني بتبقى انت بتديك اكتر من فرصة. انثى الميزان على فكرة بشكل عام الحياة معاها جميلة، بس اللي يفهمها، اللي يفهمها واللي هي كمان تحبه، يعني عشان نكون منطقيين واحنا بنتكلم. طلقة قبول من الجميع، مرنة، مرنة قوي على فكرة، ومن اكتر نساء الابراج اللي تقدر ان هي تعمل اكتر من حاجة في وقت واحد، تقدر ان هي يعني تركز في اكتر من حاجة في وقت واحد، ودي حاجة على فكرة نادرة جدا ان انت تلاقي شخصية تقدر ان هي تعملها. ايضا يعتبر من المميزات الكبيرة اللي بتتمتع بيها انثى برج الميزان، بتلاقي الدنيا او بتلاقي الناس حبها حتى لو هم في اول مرة بيتعاملوا معاها، يعني لو هي بتشتغل في الميديا ايضا بتلاقي الكاميرا حباها، بتلاقي يعني بتلاقي الدنيا معاها كده، في الموضوع لذيذ معاها عامة، او الحياة بتبقى معاها بشكل سلس، سلس قوي، مثير للإعجاب.